ليش يا شيخ خلف؟ ناوي تعمل ايه؟ وصلني الاول الطريق وعاود، القبط كله مواصلات. صح، انت صح، ارجع لاهلك وناسك، لكش صالح بالعالم دي. يفعل الله ما يريد. انت عملت اللي عليك. اخينا طلع منفض المخزن وداير علينا تمثيليه. ناويين تعملوا معاه ايه؟ يصطفل هو الشيخ كريم. الشيخ كريم ممكن يقتله؟ هو نصيبه. ايوه هو نصيبه. قل لي يا شيخ العرب، ايه حكايه السلاح الكتير ده؟ ما فكرش في الموضوع ده، الموضوع عويص قوي. تفضل تفضل. صح يا ابو عمو، اول ما سمعتك جيت لك رمح. بسم الله. مالك في ايه؟ حاتم هيموتني، هيموتني يا حاتم، مش هيسيبني الا لما يخلص عليا. مين بس اللي عايز يموتك؟ الشيخ خلف جه هنا. مين اللي جه هنا؟ خلف. خلف هيموتني. اه، وجه هنا امتى؟ جه امبارح، لا النهارده، بكره، لا كل شويه، كل شويه بيجي، مش هيسيبني الا لما يموتني. مش هيسيبني. ممكن وحياة أبوك تفوقيني شوية ونبطل خطرفة؟ أنت مش مصدقني ليه؟ أنا أنت إيه بس؟ خلف ميت. لا لا ما ماتش. بقولك مات، أنا اللي قتله بنفسي، مش مصدقة ليه؟ مات بجد يا حاتم؟ شفته بنفسك؟ أيوة شفته بنفسي، وممشتش غير لما روحه طلعت. نسيبنا بقى من الهبل ده ونعرف هنتصرف في الورطة اللي أنا فيها دي إزاي. دفنتوه؟ زهرة، وبعدين أنا موحول ومش ناقص. بقولك السلاح اتسرق ومش عارف اتسرق إزاي، وده هيجنني. بس أنا شاكك في معيوب، أكيد اتفق عليا هو وخلف. خلف، خلف مات، لكن مات إزاي؟ ضربته بالرصاص ومات. ممكن بقى نركز ونعرف هنعمل ايه. مات، مات، مات. خلف ما ماتش، خلف ما ماتش، خلف موجود هنا، جه النهارده. انت ايه؟ ما بقاش في فايده فيكي؟
بقول لك خلف ما ماشي، خلف هنا، جه جبه جه النهارده. شيخ خلف، حضرتك استريح تحت، انا هقعد معاه. خليك جنبي. هخليني جنبك بس اروح اتوضى عشان اصلي الضحى، ولا عاوز ربنا يزعل مني يا ابو عمه؟ كريم خلاص سيب انكل وانا هقعد معاك. ربنا يبارك له فيك. وكلي زبدية بالعسل عشان يتعافى، وفيه شفاء للناس. سامع بقى؟ سمعت الكلام؟ هناكل زبادي وعسل وانا اللي هوكلك بيدي. اوكي. يلا ناخد دي كمان. مش قادر. الشيخ خلف يزعل؟ هو مش قالك لازم تاكله؟ طب ايه عايزه يزعل؟ ايوه انا بحب خلف قوي يا ماما. يعني ايه يعني ما بتحبش مامي؟ لا طبعا بحبك. انا بهزر معاك. صباح الخير حاتم. اهلا تعالى. بسم الله ما شاء الله. انا مش مصدق. البركه في ربنا ومن بعده الشيخ خلف طول الليل وهو يقرا له. مين اللي فضل طول الليل يقرا له؟ الشيخ خلف. الشيخ خلف اللي هو الشيخ خلف شفتيه يعني؟ ايوه يا حاتم. مالك في ايه؟ لا لا مفيش. انت قلتي كان هنا امبارح؟ ها لسه نزل من شوية. نزل راح فين؟ هو في ايه يا حاتم؟ نزل راح اوضته. ماشي هنزل اسلم عليه وارجع لك. اللهم تقبل صلاتنا ودعانا. اللهم تقبل صلاتنا ودعانا. سبحان الله العظيم. يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش عايز تموت لي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اعف عنا واغفر لنا جميعا. اللي رجعك؟ اللي رجعني؟ مش هتصدقني كريم. العيل الصغير اللي قلبه عمران اللي ملوش صالح باللي انت بتعمله في شدتي ندهني، حسيته محتاجني جيت، ويمكن عشان خاطر ربنا طول في عمري وخلى عيارك خاب. لو العيار المرة اللي فاتت خاب المرة دي مش هيخيب. فين السلاح يا خلف؟ هتنطق ولا فرغ المسدس ده في نفوخك؟ فين صناديق السلاح يا خلف؟ سلاح ايه يا حاتم؟ حاتم بيع يقول ان المرحوم قدري كان عايتاجر في السلاح.
وهو ديله في مكانه. ايه؟ أدري كان بيتاجر في السلاح؟ أيوة كان بيتاجر في السلاح، ومن أكبر تجار السلاح كمان. أمال المليارات اللي أنت عايشة فيها دي كلها منين؟ من الشركات والمصانع؟ عرفتي كل حاجة والصورة وضحت، بس في حاجة صغيرة لازم تعرفيها. السلاح ده لازم يرجع ونتصرف فيه وبفلوسه نسدد الديون اللي على المرحوم، وإلا هنضيع. عارفة يعني إيه هنضيع؟ البنوك هتحجز على الشركات والمصانع، حتى القصر اللي أنت عايشة فيه ده، ومش بعيد كمان كلنا نتقتل. أما أنت بقى هتقولي السلاح فين ولا لأ؟ فين يا خلف السلاح؟ اضرب طخ ما طخ. نزل المسدس من ايدك، جننت؟ الراجل ده نصاب وحرامي. ولما هو نصاب وحرامي جبتهولي ليه؟ ربنا كشفك بصاد الهانم. انا هقول لك اللي حصل. حاتم بيه طلبني عشان اوصله المخزن مليان صناديق اسلحه، بس طريقه مزروع الغام. يومها ربنا اراد يجيبني معاه هنا عشان يجيب لك التحاليل. ربنا اللي اراد عشان كريم الطيب. انا ماشي. وياك تهوب من طريقي. انت ومهيوب اتفقتوا عليا وخبيتوا السلاح. فين السلاح يا خلف؟ مهيوب ايه وسلاح ايه؟ احكي دورها في راسك. مش انت اللي فاتح المخزن ولقيته فاضي؟ لقيت جواه؟ ولا يكون اخوك الله يرحمه فضاه قبل ما يموت. بقول لك ايه؟ انت هتشتغلني؟ يا فريد ادي كان حاطط في الصفقه دي مليارات ومديون بمليارات. مش عايز اسمع اي حاجه تانية، خلاص كفايه قوي كده. لو سمحت اخرج. اخرج؟ ايوه اخرج. بقى بتصدقي دجال حرامي زي ده وبعد كده تقولي لي انا اخرج؟ اللي بتقول عليه دجال وحرامي هو الوحيد اللي عرفني الحقيقه، حقيقه الكدبه اللي معيشني فيها طول السنين دي كلها وسطكم. خلاص اخرج من بيتي، مش عايزه اشوفك هنا، لا هنا ولا في الشركه ولا في اي مكان تاني. اتفضل اخرج اخرج. مش عايزه تشوفيني لا هنا ولا في الشركه بالبساطه دي؟ نسيت اللي انا عملته عشانك انت وكريم؟ اخرج برا. بس قبل ما اخرج لازم تتاكدي اني راجع تاني. وانت يا شيخ قرد الشيله دي تقيله عليك ومش هتقدر تشيلها لوحدك، عايزك تعد عمرك على صوابع كف الواحد. والسلاح انا كده كده هاخده، بس قبل ما اخد السلاح انا هاخد روحك. حاتم بيه أنا ساكت عليك لحد دلوقتي، لكن غور من قدامي. غور! حاضر حاضر هغور يا سيدي. أنا خارج يا هاني. حاتم بيه اقرأ الفاتحة لأمك زكية لأنها زعلانة قوي. كريم انت صحك يا حبيبي؟ عايز تنام هنا؟
تنام مطرح ما تحب. يلا يلا حبيبي. انا عايزه انام جنب خالف. كريم سيبي يقول اللي عايزه. ربنا يحميك يا ولدي ويعافيك ويبعد عنك ولاد الحرام. صبري تسمع اللي بقوله وتنفذه حالا. من النهارده حاتم ملوش اي علاقه بمجموعه ادري، ومجلس الاداره اللي موجود هيتحل وانا بنفسي همضي على القرار. بلغ كل مديرين الشركات ان في اجتماع يجيبوا معاهم حساباتهم، حسابات الشركات والمخازن والبنوك وكل حاجه. ايوه بكره. اوكي مع السلامه. سلاح، يا ترى في مصايب تانية مخبيها؟ لا كريم نايم، سيبيه يرتاح. وانا كنت محتاجه اكلم حضرتك يا شيخنا. انت تؤمل؟ كنت عايزه اعرف كل حاجه. عايزه اعرف الحكايه من ساعه ما حاتم جابك هنا لغايه دلوقتي، وحكايه السلاح كمان. هقول لك، بس الأهم من السلاح السم اللي هيحطه لولدك. سم؟ أيوه سم، جايبينه من بلد بعيدة. لا إزاي؟ أصل إحنا عملنا له تحاليل كتير، ما فيش حاجة في التحاليل. أيوه النوع ده من السم ما بيظهرلوش أثر في التحاليل، لكن يفضل يسلي 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 في جسم البني آدم. حاتم؟ لا لا. امال مين؟ مين عايز يسم ابني؟ حد من دمه. عمه وعمته عايزين يورثوا. ربنا يعلم. المهم دلوقتي انك تحرصي زي ما قلت لك. عندك حق، مش هسيبه خالص. اهم حاجه عندي في الدنيا صحه كريم. تغور بقى الشركات والفلوس والمصانع وكل حاجه، خلي البنوك تيجي تحجز عليها. ليه الكلام ده يطلع من خشمك؟ يا شيخ خلف، ما انت سمعت حاتم والكلام اللي قاله. حاتم يخربط زي ما هو عايز. انت تروحي بنفسك تشوفي مصالحك. ازاي؟ كريم؟ كريم زين، ما تخافيش عليه. اصل انا ما اعرفش حاجه في الشغل، حاتم كان ماسك كل حاجه. ايه يعني؟ بكره تعرفي كل حاجه في الشغل. بعد كل العشره دي بتخوننا يا شيخ مهيوب؟ ده كلام كبير قوي يا شيخ كريم، ريت تراجع نفسك فيه. السلاح وين يا مهيوب؟ وغير الكلام ده ما احبش اسمع. البلد عندك كلها
فتشها كريم. كريم كده؟ هاف؟ خلاص؟ ما بقاش للشيوخ قيمة؟ السلاح عندك انت وحاتم، وانت اللي هتقول لي مكانه وين وهتبيعوه لمين؟ نبيع لمين؟ ومين يستجري يشتري من غير مشورتك يا شيخ؟ حاتم متأكد ان خلف هو اللي سرق المخزن، وانا شايفك اليومين دول حايم عليه. قدامك فرصة تراجع نفسك، والباقي انت عارفه. خلص الكلام. رغم كل حاجة حصلت لك رجعت تاني علشان كريم؟ كل مرة حط هنا كريم عيندهني، واللي ربنا عرفه طريق الخير لازم يتمه. لا ده واضح ان مش بس كريم اللي ما كانش في الدنيا، انا كمان. ويا عالم بقى ايه اللي مستخبي لنا. كل خير ان شاء الله. ارمي حمولك على اللي خلقك وقول يا رب. يا رب. ايه؟ فردت قلوحها على الاخر؟ اتجننت؟ تطردنا احنا من الشركه؟ كده الشركات بكل عمالها ممكن تنقلب عليها. بس انا عارف هي عايزه تخرب الشركات قبل ما ترميها لنا. وترميها لنا احنا ليه؟ يعني كريم لو كان مات. ده انا نسيت صحيح ان انتوا كنتوا متاكدين ان كريم كان هيموت. الله، طب ما انت كنت رامي بتقلك على فريده وعاوز تتجوزها وتكوش على كل حاجه، فلوس اخوك ومراته. ايوه كنت محوط على فريده. مش احسن ما يجي حته عيل صغير يلها في كل حاجه ويقرطصنا ونطلع بنمول بلا حمص؟ غلطت انا كده في ايه؟ غلطت علشان كنت عايز تلها في كل حاجه لوحدك. خلاص ممكن بقى نسيبنا من الحوارات اللي لا هتودي ولا هتجيب ديا، ونعرف هنتصرف ازاي؟ ولا هنسيبها ببساطه تطردنا وترمينا وتقعدنا في بيوتنا؟ مش قادره اصدق. لا انا مش مصدقه اللي بيقوله حاتم عن ادري. صدق ان انا اعرف ادري كويس قوي، اعرفه من وانا عندي 10 سنين، من ساعه ما بابايا مات. هو كان صاحبه وهو الوحيد اللي خلى باله مني، خدني تحت جناحه. ادري انسان رقيق بيجامل كل الناس، عمره ما جرح حد، وخصوصا اخواته حاتم وفايز وفاطمة دول. هو عمل كل ثروته دي وفي الآخر اداهم نصيب، وفي الآخر كانوا عايزين يسموا ابني. ايه الناس دي؟ ازاي؟ ازاي وليه؟ هو كريم ده مش ابنهم؟ مش حتة منهم؟ مش ابن اخوهم الوحيد؟ ده لحمهم ودمهم. شيخ خلف، شيخ خلف. ها؟ حضرتك مش معايا خالص، انت رحت فين؟ انا ما رحتش، انا هنا. لا انت سافرت بعيد قوي. تشرب شاي؟ اشرب. مش هروح لوحدي خالص. شيخ خلف، هو ينفع حضرتك تيجي معايا بكره؟ اجي معاكي فين؟ الشركه لو بتحب كريم بجد. اصلا انا عامله اجتماع لكل المديرين، بصراحه كده انا ما عنديش ثقه فيهم كلهم. انا مش طالبه حاجه، انا عايزاك بس تيجي معايا وتشورني. يعني اعتبر نفسك المستشار بتاع الشركات
اعتبرها وظيفة مؤقتة يعني. أرجوك علشان خاطري أنا محتاجة جنبي. خليني بعيد عن الحكاية دي، أنا ما بفهمش شغلانتكم. وكريم الحمد لله ربنا جرب يشفيه وأنا هروح لطريقي. عندك حق، ظاهر إن أنا زودت العشم شوية، مش كفاية اللي عملته عشان كريم، أشيلك همومي كمان. همومك ده إيه؟ ما تقوليش كده وحياة سيد أبو الحسن. هاجي خلف. شي خلف يلا بينا. هنا انت سرحان في ايه؟ لا في. طب يلا بينا توكلنا على الله. اصل اتاخرنا فيلا. خلف مالك؟ لا ماليش. لو تحب ما تجيش. ما ينفعش ده شغل. ربنا يديم لي الشفاء على خير. اتفضل. متشكرين، اتفضل. استاذ صبري. ايوه يا فندم. فين القرارات اللي انا طلبتها؟ موجوده يا هاني. ازيك يا فريده هاني؟ الله، ده انت جايبه الجلابيه معاكي ومقعداها مكاني. هو سيادتك بقت العضو المنتدب ولا ايه؟ اطلع بره. احترم قيمتك قدام الخلق. ايه اللي جابك عاد؟ انت تطلع بره حالا. وانتوا كمان تطلعوا بره حالا. على فكره انا حليت مجلس الاداره. واظن ان ده من حقي. اي حاجه عايزين تعرفوها عن حصتكم في الشركه تحددوا ميعاد مع الاستاذ صبري. اتفضلوا. ده على اساس ان انا كراسي معاكي في الشركه هنا؟ ترمينا بره وقت ما انت عايزه؟ انت هنا مجرد وصية على مال اخويا. مال كريم. كريم انت بتتكلم ليه اساسا؟ وبصفتك ايه تدخل هنا؟ بصفته نائب رئيس مجلس ادارة الشركة كلها وعنده كل صلاحياتي. اظن كده بقى مفيش اي مبرر لوجودك. اتفضلوا اطلعوا ورا. لو سمحتم يا جماعة بعد اذنكم تسيبونا لوحدنا علشان دي بس امور عائلية. فريدة هانم قالت تطلعوا يبقى تطلعوا، ولو ما طلعناش فريده هانم هتطلب البوليس يجي يطلعنا بالعافيه وحالا. ماجده ابعتي السكيورتي واطلبي البوليس. اللي انت بتعمليه ده خطر عليكي وعلى الشركه يا فريده هانم. انت كده بتهدي المجموعه كلها واحنا مش هنسكت، هنرفع عليكي قضيه وصايا. خلاص كفايه بقى تهديد. اعملوا اللي انتوا عايزينه بس مش هنا، مش في شركة ابني. اطلعوا بره، بره حالا.
بكره.